يقول هل أخذ بقايا الماء بقايا الماء في الأكواب دفعا للعين؟ يقول أخذ بقايا الماء في الأكواب دفعا للعين، يقول هل هو من الطيرة؟ ما فهمت هذا، أخذ الأكواب، أخذ بقايا الماء، بقايا الماء في الأكواب دفعا للعين، يعني اللي شربه الكوب وبقي منهم شيء إذا شربته تدفع عنك العين؟ لا هذا ما له أصل. نعم دفع العين بذكر الله وبالرقية وبذكر الله عز وجل الدعاء. نعم.